تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بداية أسبوع طيبة مليئة بالأحداث السارة نتمنها لكم مع انطلاق هذا الأسبوع وانطلاق فعاليات برنامجكم الأسبوعي بوديوم من الاثنين لغاية يوم الجمعة. بوديوم، الموعد الذي من خلاله نعود لأبرز الأحداث الرياضية، والأحداث الرياضية كثيرة وكثيرة جدا في هذه الآونة مع منافسات البطولة الاحترافية المغربية وكذلك مع المنافسات القارية، وهذا اللقاء المحلي لقاء تقليدي للبطولة المغربية غدا، حيث الرجاء الرياضي يستقبل الجيش الملكي في إطار أولى جولات منافسات دوري أبطال إفريقيا. للحديث عن مخالفات الجولة 11 التي تميزت بديربيات الثلاث، ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد، ديربي الرباط بين اتحاد تورقة والجيش الملكي، ثم ديربي الشمال الذي جمع اتحاد طنجة بفريق المغرب التطواني، الديربيان الأولان انتهيا بنتيجة التعادل، والديربي الثالث آل لفوز لفريق المغرب التطواني بهدفين لواحد. للحديث عن هذه الأحداث، سعيد بأن أستقبل نهار اليوم المدرب المغربي صديقنا محمد البكاري. سي محمد، أهلا مرحبا بك. أهلا سي فؤاد وجميع مستمعين ومستمعات. ومعنا من مدينة الدار البيضاء دائما صديقي الإعلامي الصحفي الرياضي صديقي رياض الغازي. رياض، أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا صديقي فؤاد، تحية لك وتحية للإطار الوطني محمد بكاري، وشكرا لكم على تلبية الدعوة. أبدأ معك صديقي محمد البكاري، هناك مثل يقول تمخض الجبل فولد فأرا، يعني أنه كنا ننتظر الشيء الكثير من ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد، لكن لا شيء من ذلك حصل. ديربي بدون طعم، بدون توابل، يعني ديربي ضعيف جدا، جعلنا نعود لنطرح أكثر من علامة استفهام حول قيمة البطولة المغربية خلال هذا الموسم. المستوى جد متواضع ولا نعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك. طيب، أنت كتقني، كمدرب، كلاعب دولي سابق، ما هي قراءتك لهذه المواجهة يوم الجمعة الماضي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله؟ تحية كبيرة لصديقي وأخي ريال غازي. بالنسبة للديربي الدار البيضاء، أول حاجة قبل ما نتكلم على ما هو تقني، فالديربي يعني في العالم، يعني الديربيات في العالم فهم كلهم تتعرفوا بحضور جماهير كبير جدا، وهم اللي تعطوا واحد رسالة ديال البطولة الوطنية المغربية لجميع الدول العربية ولا الإفريقية ولا العالمية. أظن أنه الديربي بدون جمهور كنا تنتظروا غادي يكون تقنيا بهذا الشكل جيد. يعني ملي تيكون جمهور تيكون اللاعبين متحمسين أكثر، لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبة للأداء التقني ديال المباراة، فلم يرقى إلى المستوى تطلعات الجمهور المغربي بالمستوى التقني، وهذا شيء عادي جدا، لأن شفنا فريق الرجاء البيضاوي انطلاقة لهذا الموسم اللي كانت صعبة، يعني مدرب في بداية البطولة، ذهب مدرب حضور جنان المساعد، بقاء في ثلاث مباريات، فريق عرف كيف ينتصر في ثلاث مباريات، بعد ذلك فتغيير الطاقم التقني، لازم الوقت، اللاعبين مع الطاقم التقني لازم الوقت، وأظن أنه حتى النتائج التي كانت للرجاء البيضاوي في خمس مباريات، تعادلوا في أربع مباريات وهزموا في مباراة مع المدرب الجديد، كذلك فريق الوداد البيضاوي الذي لم يرقى إلى المستوى المطلوب للجماهير الودادية في بداية هذا الموسم. كنا تنتظروا هذا المستوى التقني غادي يكون ضعيف جدا، ويمكن لخصوا هذه المباراة ديال هذا الموسم، فهي من أضعف مباراة الديربي منذ انطلاق البطولة الوطنية. فريق الوداد البيضاوي كان منهزم، فريق الرجاء البيضاوي كان متفوقا، وكانت جاته يعني فرصة لتسجيل هدف ثاني بواسطة دريدة. فريق الوداد في الثلث الأخير كان أحسن بكثير ورجع في المباراة، هذا هو ما كان في المباراة
الكلي وكان أداء متوسط أو ناقص متوسط بالنسبة للوداد ولا الرجاء البيضاوي. نعم أقل من المتوسط صديقي محمد البكري، هذا بشهادة الجميع لكل تأسف متابعة الحال لغياب الجمهور، لكن يعني لا أظن أن غياب جمهور واحد هو يكون عامل يعني عامل مؤثر، لكن ليس بالسبب الرئيسي وراء هذا التراجع. رياض الغازي قرأتك أنت لهذا المستوى المتواضع ديال المباراة، مباراة الرجاء أمام الوداد يوم الجمعة الماضي، هدف لمثله، الرجاء كان سبق لتسجيل، الوداد عاد في اللقاء خلال الشوط الثاني، لم نعيش تلك الأجواء التي عشناها ربما في دربيات سابقة من حيث المنافسة الشرسة، من حيث البحث عن نتيجة الانتصار. يبدو لي وكأن الهاجس الأكبر للفريقين هو عدم تجرع مرارة الهزيمة. هو طبعا هل سيبادر أنا جمعت المثل اللي قلتي ثم خذ الجبل هو لدى فعلا كان بان بأن كنا كنتظر باش الديربي يكون في المستوى العالي، ولكن بان بأن من خلال اتفاق ديال ناديين فؤاد قبل ما تجرى المباراة، يعني اتفاق ديال ناديين بإجراء الديربي بدون جمهور، كان كيبان بأن الكل كان متخوف من نتيجة ديال المباراة. المدرب ديال فريق الرجاء يعني سان بينتو ايضا المدرب ديال فريق الوداد مكوينة، فكانوا متخوفين يعني ما يتلقاوش الهزيمه، وبالتالي كان اداء ضعيف وضعيف جدا. ايضا المستوى ديال اللاعبين ما شناش يعني كاين هذيك القتاليه والتنافسيه. ايضا اذا تحدثنا مثلا على الرجاء فعلامه استفهام، لان نفس اللاعبين اللي كانوا السنه الماضيه تقريبا كاين موجودين هذه السنه هذه، واش المدرب سان بينتو باقي ما عرفش التوليفه اللي خصو يلعب بها؟ عكس فريق الوداد، الا شفنا فريق الوداد يلا كاين اللاعبين اللي لعبوا الديربيات، كنتكلم على موطيع وكنتكلم على حركات، ولكن اللاعبين الاخرين فكاملين يعني ما كيعيشوش، ما عرفش القيمه ديال الديربي ديال البيضاوي. وبالتالي كنظن بان هناك علامه استفهام في اداء المدرب مكوينة، باقي ما لقاش هذيك التوليفه، باقي ما لقاش ايضا كيفاش يوظف اللاعبين ديالو، المستوى باقي ضعيف. فريق الرجاء ايضا هنا كيبان بان كاين واحد الخصائص، كاين واحد الاشكال اللي تقني محض، بلا ما يعني نغطيو الشمس بالغربال، اليوم كيبان لا مكوينة لا سان بينتو صراحه باقي ما عطاوش هذيك الاضافه المرجوه في البطوله الوطنيه. وبالتالي الى رجعنا للديربيات السابقه وانت تحدثت عليها وتحدثت على اخي وصديقي اسمي محمد بكاري، يعني نرجعوا السنوات الوراء، نرجعوا للديربي ديال البطوله العربيه، يعني علاش ما كنستافدوش من بعض الاستثمارات؟ يعني كان خصنا نستافدوا من الاستثمار ديال الديربي ديال البطوله العربيه ونزيدوا يعني نسوقوا هذا الديربي اللي كاين هو المرآة ديال البطوله الوطنيه. كنظن بان هذا الديربي سيبقى للنسيان بقيمه ديال اللاعبين اللي كيتوفر عليهم لا فريق الرجاء لا فريق الوداد. ودعني اقول لك فؤاد بان فريق الوداد من العيب والعار باش نشوفوا لاعبين يعني كتقطبهم كلاعبين محترفين في البطوله الوطنيه وكيبقاو جالس الاحتياط في بنك الاحتياط. هنا كيبان بان تنتدابات اللي قام بها فريق الوداد ليست في المستوى الجيد، وفريق الرجاء عانى من تغيير المدربين. الاول كان البوسني روسمير زبيكو كيجي جيناني اليوم سانبينتو، هنا بان بان اثر عليهم بشكل كبير. طيب اصدقائي نسمعوا لاحد اللاعبين اللي رجع لفريق الوداد البيضاوي، لاعب اسماعيل مترجي، وخذا بعض الوقت من اللاعب وضع فيه مكونه ثقه. اسماعيل مترجي يقول بخصوص هذا التعادل امام فريق الرجاء الرياضي. الشوط الاول كنا مزيان، زقلنا محاولات، نبغي نشكر الدراري على القتاليه ديالهم. في الشوط الثاني تسجل عندنا هدف، ما كناش مكونسونطرين في ديك اللحظه، ولكن كنبغي نشكر الدراري على الرياكسيون ديالهم. كنوعدوا الجماهير باش نكونوا مزيان في الماتشات اللي جايين ان شاء الله. صراحه الديربي بلا جمهور ما عندوش طعم، حيت الجمهور هو المساند الاول ديالنا، وبلا به حنا والو. وكنبغيو ان شاء الله من هنا لقدام يكونوا الديربيات بالجمهور وكاع الماتشات بالجمهور، حيت مع الجمهور هي باش كنتمتعوا كره القدم تزيد القدام ان شاء الله. إذن كرة القدم ستزيد القدام، يزيد القدام بالكثير كثير من العمل والتضحيات، ونتساءل كما نقول دائما عن سبب هذا التراجع في مستوى، خصوصا صديقي محمد البكاري بالنسبة لفريق الرجاء. الرجاء اللي حقق بالموسم الماضي لقبين، لقب البطولة ولقب كأس العرش. صحيح الفريق فقد بعض القطع الغيار ديالو، بعض اللاعبين، مقدم على مستوى خط الدفاع، مكعازي على مستوى خط الوسط، وأيضا
ايضا مهدي مبارك وكذلك موهوب وبن اياد على مستوى خط الهجوم، لكن هل هذا تبرير كاف لتراجع مستوى الرجاء خلال هذا الموسم؟ الفريق اللي باقي ما ذاقش طعم الانتصار مع المدرب الجديد، المدرب ديالو البرتغالي سابينتو، بعد ما حقق 3 انتصارات متتاليه مع المدرب المؤقت عبد الكريم الجيلاني. لا أظن هذه النقطة أنه أطرت فريق رجاء البيضاوي، يعني تغيير 4 أو 3 لاعبين رسميين. يعني فريق رجاء البيضاوي فهو حافظ على التركيب البشري ديالو تقريبا 71%، فأظن أنه التركيبة اللي كانت حافظ على فريق رجاء البيضاوي فهي لازم أنه تخلي أنه يكون في المستوى ديال هذا الموسم، وأخذنا بدايةش من أنه تغير الطاقم التقني. زين باور ما عرفوش في بداية الموسم واش غادي يبقى مع فريق الرجاء أو يغادر الرجاء، كانت عدة مشاكل في بداية الموسم الإدارة التقنية مع المكتب الموسمي ديال الفريق للحفاظ على 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 المدرب أو ذهاب المدرب. هذه هي المشاكل اللي لقى فريق الرجاء في بداية هذا الموسم، وهذه هي أثرت على فريق، خاصة أنه حتى تقريبا 3 أسابيع الأخيرة عاد جاء المدرب الجديد للفريق، وما كانش عطاش الوقت كثير في بداية هذا الموسم لبقاء مع فريق. ما كانش أنه المكتب المدير كانت عنده جرأة أنه في بقاء المدرب محافظة على المساعدين ديالو عبد الكريم الجيلاني وكذلك المعيد بدني عمر. فأظن هذا هو التغيير اللي خلى أنه المشاكل تكون فريق رجاء البيضاوي، خاصة ذهاب المدرب وبقاء عبد الكريم جيلاني فهو عرف كيفاش ياخذ التألوفة ديال فريق رجاء البيضاوي، واخذ التألوفة وعرف كيفاش لعبنا 3 مباريات مع عبد الكريم جيلاني وفاز فريق رجاء البيضاوي 3 مباريات متتالية. صح في بالنا ان هناك يعني بدات ترجع القوة ديال فريق رجاء البيضاوي ديال الموسم الماضي، كذلك التركيبة البشرية صبحات رجعات التشكيلة الرسمية ديال فريق رجاء البيضاوي في 3 مباريات. نعم. ولكن للأسف أنه المكتب المسير فلم يأخذ أنه واحد جرأة أنه في بقاء عبد الكريم، كل كان بقاء عبد الكريم نظن أنه فريق رجاء البيضاوي سيكون متغير على 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 هاد على الساعده اللي فيها فريق رجاء البيضاوي. نعم، بالنسبه لفريق الوداد واش من المعقول اننا نصبروا على مدرب 11 دوره باش نقدروا نشوفوا الثمار ديال العمل ديالو اللي بدا هذه تقريبا 6 اشهر؟ فما متفقش انا مع هذه المساله فؤاد، لان المدرب يعني خاصه ملي كيجي فريق من حجم فريق الوداد فخاص يكون طبع بان المدرب بدا كيبان العمل ديالو، بدا كيبان ايضا الناشط التكتيك ديالو. فريق الوداد ماشي الناشط هذا الشيء، يعني كل مره خطه ديال اللاعب، كل مره كنلقاو التشكيله ايضا الاداء ماشي في المستوى الجيد، وبالتالي كنظن بان باش تصبر على مدرب 11 جوله حتى 12 جوله وما كاينش النتائج الايجابيه، فكنظن هنا كاين اشكال. لان الى كنتحدثوا على مكونات السنه هذه فنفس الشيء كان وقع للسي عادل الرمزي، يعني عادل الرمزي النتائج ما كانتش مشات معاه، وان كان هناك عمل كبير وتنفصل عليه المكتب المرسي ديال فريق الوداد انذاك. كنظن بان الاستمرار ديال المكوينه مع بعض اللاعبين، ربما المكتب المرسي ديال فريق الوداد عنده مشروع مع مكوينه لان كاين اعاده البناء، هذا شيء اخر. ولكن المدرب اللي كيتوصل مع 11 جوله وكيبان لك باقي ما كاينش نتائج ايجابيه وباقي ما كاينش هذيك الاشاره، نعم، بان فريق الوداد غادي يكون في المستوى الجيد، كنظن بان المكتب المصير ديال فريق الوداد خاصه يوضع حد لهاد الامور هذه. نعم. طيب نرجع لك سي محمد بكاري، الرجاء غدا امام الجيش في اطار دوري الابطال، كيف يمكن ان نرى الرجاء في هذه المواجهه مع فريق الجيش الملكي في هذه المواجهه المغربيه الصرفه؟ بالفعل يعني مباراة مهمة، يعني كان أمام فريق رجاء البيضاوي هذا الأسبوع 2 ديال المباراة قوية، 2 ديال الديربيات، واحد في البطولة الوطنية وواحد على عصبة أبطال إفريقيا. فريق رجاء البيضاوي كان الأهم ديال أنه في مباراة الديربي يفوت في مباراة باش تعطيه واحد جرعة معنوية كبيرة جدا باش يواجه فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي هو الآخر في الديربي أمام اتحاد تورقة، شفناه كان يعني افقد نقطتين في مباراه الديربي، ونظن بانه 2 ديال الفرق فهو اثروا عليهم معنويا، اثرت عليهم هذه المباراه ديال غدا، لانه 100% انا نقول لك 100% اللاعبين فهم كانوا تفكروا في المباراه ديال الديربي وفي المباراه ديال اللي غادي يواجهوا غدا.
وهذا هو اللي أثر عليهم في المستوى التقني ديالهم. ما شفناش أنه تهرب واحد المستوى، لكن غدا يعني في مباراة ديال عصبات أبطال الإفريقية، فيمكن أي فريق ينتصر فهذه تعطيه واحد دفعة معنوية كبيرة للتأهل الدور ربع النهائي. فريق الرجاء البيضاوي لا خيار أمامه أمام جمهور ديالو غدا إن شاء الله، يعني باش يظهروا بمستوى تقنيك في مستوى عالي جدا، خاصة المنظومة التكتيكية في قوة هجوم ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. مباراة ما تكون سهلة، مباراة تكون قوية جدا، يمكن أنا أعتبرها من أقوى المباريات هذه الدورة في عصبة الأبطال الإفريقية، هي مواجهة الرجاء والجيش الملكي. مباراة يعني تقرأ للفوز وليس لا تلعب. نظن أن المباراة غادي تحضر جمهور كبير جدا اللي غادي يساند فريق اللاعبين ومساند نادي الرجاء البيضاوي اللي ظفر بثلاث نقاط في المباراة الأولى، ولكن المباراة غتكون قوية جدا بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. شكرا لك صديقي محمد البكاري على كل هذه المعلومات. أعود إليك صديقي رياض الغازي حول ديربي آخر، ديربي الشمال بمدينة القنيطرة، اتحاد طنجة استقبل النادي الفريق المغرب التطواني، والهزيمة كانت لفريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، يعني هزيمة لم تكن مرتقبة بالنظر للبداية الموفقة لفريق اتحاد طنجة، لكن يبدو بأن الفريق فقد طراوته البدنية وبالتالي أصبح يعني يتجرع مرارة الهزيمة في المباريات الأخيرة، الهزيمة ثانية في ظرف ثلاث مباريات. بطبيعة الحال وهذا كان منتظر فؤاد، لأن قلنا في الأول ما يمكنش فريق ما يتدربش ما يكونش عنده استعدادات قبل بداية الموسم غادي يبقى صابر وغيبقى غتبقى عنده ديك الطراوة البدنية طيلة البطولة ولا المرحلة ديال الذهاب. كنظن بأن فريق اتحاد طنجة ما نتكلموش على الأخطاء ديال الحارس ريان أزواغ، لأن هذه كتبقى داخلة في كرة القدم، وبالتالي كنظن بأن فريق اتحاد طنجة من حسن الحظ ديالو بأنه عندهم لاعبين مجربين، لاعبين اللي كيعرفوا كيفاش يقسموا الدقائق ديال المباراة، ولكن ما يقدروش يصمدوا مباريات كثيرة. طيب رياض على ذكر يعني ذكر الحارس ريان أزواغ، يعني الكل تفاجأ للقرار ديال المدرب هلال طاير بإخراج الحارس واستبداله بعد أنه ارتكب يعني هاد الخطأين، يعني الجميع ربما كان انتقد نوعا ما هلال طاير لإقدامه على هاد الخطوة، لأن الجميع اعتبر بأنه يمكن تحطم مسيرة ديال الحارس هذا الحارس الواعد. بطبيعة الحال وحنا كنا نوعنا بالعداء، لأن ماشي بين مباراة ومباراة غنقول حارس ماشي في المستوى، بالعكس الحارس أزواغ في المستوى الجيد، يعني أعطى إشارات بأنه حارس قادم إلى مساحة الأضواء. أنا تنظر مع الفكرة هذه، لأن على الأقل تخلي الحارس يعني يبقى في تنفيذ ضربة الجزاء، وبالتالي غادي ليه يعني ذهنيا غادي يكون غير ذهنيا، ربما كان هذيك ضربة الجزاء هي اللي تكون المتغير بالنسبة للحارس أزواغ، يعني ضربة الجزاء كان عفوا 50% تقدر تسجل تقدر تضيع، وبالتالي كنظن بأن قرار اللي ما كانش قرار جيد بالنسبة للهلال الطير. وأنا كنعرف هلال الطير يعني مدرب اللي كيكون حكيم مدرب رزين، ولكن هذه الأمور هذه خاصة حارس شاب، حارس العمر ديالو صغير غيتأثر ذهنيا القادم من المباريات، ولكن هنا كان غنتكلم انا على المحيط ديال الحارس أزواغ، يعني خاصو يكون مجنبو ويساندو حتى العائله الطنجاويه ديال فريق اتحاد طنجة هي تساندو بشكل كبير، ولكن قرار ما كانش منصف 100% بالنسبه للهلال الطير. كنظن بان الحارس هذا كان تعطاه على الاقل دقائق اخرى من اللاعب ويكون استبدال ديالو في وسط ديال المباراه، ولكن في هذيك غادي تنفذ ضربه الجزاء كتقوم التغيير ديالو، كنظن بان غادي تاثر عليه معنويا بشكل كبير. عوده المباراه كنظن فؤاد العوده ديال عزيز العامري فيعطات الاضافه ديالها، يعني عزيز العامري كنعرفو كيعرف تطوان بشكل كبير، المدرب اللي كيلعب خطط هجوميه، وبالتالي كنظن بان فريق المغرب التطواني كان كيستحق الفوز في هذه المباراه هذه لعده عوامل، منها ايضا اللاعبين ديال اتحاد طنجه ما كانوش في المستوى بدنيا، يعني بان عليهم بان سن
استنزفوا بشكل كبير الطاقه والمجهودات البدنيه ديالهم، وبالتالي كنظن بانه فوز مستحق للمغرب التطواني. اذا فوز مستحق لفريق المغرب التطواني على اتحاد طنجه. اتحاد طنجه المدعو لمراجعه الاوراق وبشكل مبكر لتفادي اي تدحرج في صبوره الترتيب. نعود اليك سي محمد بكاري هذه المره عن اكبر مستفيد من الجوله بطبيعه الحال، فريق نادي سبركان اللي حقق انتصار لحسنة اكادير بهدفين لواحد في انتظار التعرف على نتيجة سوالم أمام المغرب الفاسي في لقاء مساء اليوم. نادي سبركان يخطو بخطوة إضافية نحو لقب البطولة. هل يمكن القول أن الأمور حسمت أم أنه الآن إحنا في دور 11، لازال المشوار طويل ولازالت الفرق بإمكانها أن يعني تحقق الالتحاق بنادي سبركان في الصدارة؟ بالفعل فريق النهضة البركانية فهو المستفيد الأكبر في الدورة، خاصة أنه جميع المباراة كانت أمام ديالو، النتائج كانت أمام ديالو، فما خلاتوش عليه ضغط قوي جدا، ولكن أعطاته واحد الضغط أنه لازم أنه يفوز باش يربح نقاط كبيرة مهمة اللي تخليه على الأقل يعني في نهاية الموسم يكون مرتاح في نهاية الموسم. فنهضة البركانية رغم الفوز ديالو من أمس فهو كان صعب جدا على الحكم أكادير بضرب مستوى جيد، سجل هدف الأول في الدقائق الأخيرة في ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول. فريق حفيظ أكادير فرجع في المباراة في بداية الشوط الثاني، يعني شفنا أن النهضة البركانية يعني أصبح واحد فريق اللي ما تنزلش يديه حتى نهاية فترة المباراة، وسجل هدف الثاني هدف الفوز اللي كان في الدقائق الأخيرة، فهو المستفيد في الدورة. ولكن ما قولوش بأنه راح يمكن أنه، ولكن فهو راح نقاط كثيرة على فريق الجيش الملكي، على الأقوى الفرق اللي تتنافس البطولة هم الوداد والرجاء والجيش الملكي، هادو هما الفرق اللي غادي يلقى معهم صعوبة، فهو ربح عليهم نقاط كثيرة. نعم ربح نقاط كثيرة. سمع لمدربه معين الشعباني في عقاب هذا الانتصار على حساب حسن أكادير. عملنا ضد فريق محترم أكادير دانيال ما رشاك فا وين تقبل الهدف ترجع، ماتش كانت خاسرة 1-0 رجعت ربحت 2-1 لطفا كونتر الوداد كيف كيف. أنا فريق عنده شخصية وبالنسبة لنا زادة كيف كيف، نتصور قدمنا اللي علينا، وخاصة معناها لي جوار اللي دخلوا كور دي ماتش عطاونا معناها إضافة كبيرة، بدلنا السيستم دو جو، تعدينا 4-2-3-1، بعد لعبنا 4-4-2 لوزونج كاريمون افيك دوز اتاكون، الوقت اللي اونا ماركي لو دوزيام بوت رجعنا 4-1-4-1 بور غاردي شوية ليكيليبر. باقي عندنا شوية مشكلة وما نعرفوش نقتلوا ماتش، جينا الكاو طون دو فوا مالوروزمون، ان شاء الله الاولاد نصلحوا معناها من الناحيه هذه، جو بريفير انه نصلحوا واحنا رابحين احسن نتصلح وانت ماكش رابح، دونك تكون ديما لامبيونس احسن. تعرفوا زاد ليكيب كانت ناقصه من 6 لاعبين كانوا مع المنتخب وكانوا فما سفرات طويل، ان توكا احنا يشرفنا ويسعدنا انه يكون فريقنا يمول المنتخبات الوطنيه. جينا ماراثون تاع ماتشات لو 27 نبداو نلعبوا الكوب دافريك، دونك ان شاء الله نكونوا حاضرين، اون فالترني بين الشامبيون وبين الكوب دافريك. ان شاء الله نكونوا حاضرين واقل بليسور سورتو. اذا روزنامه مكثفه ومملوءه لفريق نادي سبركان. رياض الغازي، نادي سبركان بالرغم يعني من بعض يعني الغيابات وايضا شفنا ايضا تراول بدنيا لم تكن حاضره، لكن الفريق دائما يعرف كيف يحقق الفوز في الانفاس الاخيره. وهنا كتبان الملامح ديال البطل، هذه هي الملامح ديال البطل فؤاد، لان فريق اللي كيعرف كيفاش ينتصر لا داخل لا خارج الميدان، فريق اللي دا انتدابات في المستوى الجيد، يعني كاين مشروع اللي تبنى هذه سنوات. اليوم كندوي على فريق نادي البركان اللي كان يعني مختص في الكؤوس، كؤوس افريقيا، لا ايضا كاس العرش، وبالتالي اليوم كاين واحد المشروع جديد للفوز بالبطوله الوطنيه وايضا تأهل لعصبات ابطال افريقيا. كنظن بان فريق نادي البركان كانوا اذكياء، لان القيمه ديال الانتدابات ملي كندوي مثلا على الحارس مولان المحمدي، وكندوي على لاعبين اللي جاوا من جنوب افريقيا الصحراء، من افريقيا جنوب الصحراء، اللاعب البرازيلي ايضا، هنا كيبان بان الفريق عنده واحد الاهداف اللي مخطط لها منذ سنوات. ايضا التعاقد مع معين الشعباني السنه الماضيه وما كانش نتائج وصبروا عليه وكيتعاقدوا معاه مرة اخرى بالطاقم التقني ديالو، يعني كيبان الفريق بانه راسم الخطوات ديالو للفوز بالبطوله هذه السنه هذه. شكرا لك رياض الغازي صديقنا الاعلامي الرياضي الصحفي، شكرا لك رياض، مدينه الدار البيضاء، نلقاك في فرصه قادمه بحول الله. مرحبا فؤاد. والشكر الموصول ايضا لصديقي المدرب محمد البكاري. سي محمد شكرا لك.
شكرا لك فؤاد. أولا أيضا الشكر موصول لفريق العمل بأكمله وخصوصا خصوصا لكم أنتم مستمعينا الكرام. غدا يتجدد لقاءكم ببرنامجكم بوديوم، هذه المرة مع زميلي الحسن الجابري. إلى الملتقى.